أسعد الله صباحكم مشاهدينا في كل مكان، وأهلا بكم في أولى تغطياتنا مع حضراتكم وبداية يوم جديد إن شاء الله، يعني يوم كده كله تفاؤل وأمل وعمل إن شاء الله. يمكن ما فيش أهم من موضوع الطقس إن احنا نبدأ بيه مع حضراتكم، خصوصا أنه تغيرات كثيرة بتشهدها حالة الطقس على مدار الأيام الماضية، يعني ممكن نقول شبه تحسن في درجات الحرارة وانخفاض في درجات الحرارة، والكل يتساءل عن استمرار هذا الانخفاض أو هذا التحسن خلال الأيام القادمة. ولمزيد من التفاصيل والمتابعة حول حالة الطقس يشرفنا وينضم إلينا هاتفيا دكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذ جرمين، وصباح الخير على كل متابعاتي اللي في ديننا اليوم السابع. صباح الخير دكتور، يعني في البداية طمنينا وقولي لنا إن هذا التحسن هيستمر على مدار الأيام القادمة، وطمنينا أيضا على طقس اليوم. بالفعل احنا بدأنا نشعر بتحسن في الأحوال الجوية، خاصة كمان فترات الليل بدأنا نشعر باختلاف عن الأسابيع الماضية. بدأت نسب الرطوبة تنخفض بسبب وجود نشاط للرياح بيقلل إحساسنا بنسب الرطوبة، وده إن شاء الله متوقع يكمل معانا لبدايات الأسبوع المقبل، يمكن كمان لمنتصف الأسبوع القادم إن شاء الله. احنا بنتأثر بكتل هوائية قادمة من على البحر المتوسط مع امتداد مرتفع العروض الوسطى، بالإضافة كمان في امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ده اللي بيساعد على تحسن في الاجواء بسبب ان هو بيسبب تقاطر للسحب المنخفضه والمتوسطه على مدار اليوم، وخاصه خلال فترات الصباح. وجود السحب ده بيحد من تاثير اشعه الشمس، فبالتالي بحس باعتدال وتلطيف في الاجواء. زي ما بنقول تحسن في الاحوال الجويه، احساسنا بالطقس بيكون طقس حر رطب على المناطق الموجوده في القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، سواحلنا الشماليه، لكن الاجواء بتظل اجواء شديده الحراره على المناطق الجنوبيه، شمال جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده خلال فترات النهار. خلال فترات الليل ومع غياب اشعه الشمس بنحس طبعا بانخفاض درجات الحراره، خاصه زي ما ذكرنا ان مع دخول ساعات المساء والساعات الاولى من الليل بيكون في نشاط للرياح سرعاته ما بين ال 30 الى ال 40 كيلو متر على الساعه على اغلب مناطق الجمهوريه، بيقلل احساسنا بنسب الرطوبه، فبالتالي بيخلينا نحس كمان بانخفاض درجات الحراره، وبيساعدنا على الاحساس بانخفاض درجات الحراره فترات الليل، وبنحس باعتدال كامل في الاجواء خلال فترات الليل على اغلب المناطق الشماليه. المناطق الجنوبيه شمال وجنوب الصعيد فترات الليل بتبقى عليها الاجواء مائله للحراره. بالاضافه كمان في الصباح الباكر والساعات المتاخره من الليل تتكون شبوره مائيه على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وبتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه. مع تكون الشبوره المائيه بيكون تقريبا الساعه 3 4 الفجر، بتستمر حتى سطوع اشعه الشمس، يعني تقريبا بتستمر حتى الساعه 6 صباحا. بالاضافه كمان مع احنا قلنا فيه طبعا امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، وجود السحب المنخفضه والمتوسطه والله هنلاحظه بشكل كبير غدا على المناطق الساحليه خاصه السواحل الشماليه الغربيه، هيكون مع طبعا معاها فرص لسقوط الامطار الخفيفه، مش هتاثر تماما على اعمال الانشطه اليوميه، لكن هتحسسنا بتحسن في الاجواء خاصه في سواحلنا الشماليه الغربيه. فترات النهار يعني بنحس بارتفاع بسيط في نسب الرطوبه، ارتفاع نسب الرطوبه ده هيعلي احساسنا بارتفاع درجات الحراره بحوالي من درجتين لثلاث درجات، يعني احنا متوقع العظمى على القاهره الكبرى تكون 33 درجه مئويه، هنحس بيها لو تكون 35 و36 درجه مئويه فترات النهار. هذا الانخفاض في نسب الرطوبه مستمر معانا طوال شهر سبتمبر، خلاص يا دكتور يعني نقدر نطمئن لان الرطوبه مش هترتفع زي الفتره اللي فاتت. طبعا خلينا نقول نوع الاول ان احنا احساسنا بانخفاض نسب الرطوبه بيبقى في اوقات معينه، خاصه مع وجود نشاط للرياح اللي بيساعد على الاحساس بانخفاض نسب الرطوبه، كمان طبعا وجود المنخفض الجوي لطبقات الجو العليا ده بيساعدنا على ان الرطوبه الموجوده في الجو بتتحول لسحب، فبالتالي مش بحس بارتفاع نسب الرطوبه تدريجيا مع شهر 9 واقتراب طبعا فصل الخريف اللي هيبتدي 23 سبتمبر، هنبدا نحس اكثر بان نسب الرطوبه بدات تنخفض، هنحس اكتر بتحسن في الاجواء فترات النهار وفترات الليل باذن الله. طيب خليني اسال حضرتك، يعني برضو الطقس في السواحل الشماليه اكيد بقى الجو هناك برد مع هذا الانخفاض في درجات الحراره ونسب الرطوبه. هو طبعا نسب الرطوبه لسه مرتفعه في المناطق الساحليه، يمكن دي المناطق اللي بتكون فيها ارتفاع في درجات نسب الرطوبه اكثر من المناطق الداخليه، لكن طبعا خلال هذه الايام فيها اعتدال كامل في الاجواء خاصه على المناطق المطله على البحر المتوسط.
ارتفاع الامواج مناسب جدا للساده المصيفين، بالاضافه كمان ان درجات الحراره فيه بتتراوح ما بين 30 ل 31 درجه مئويه. وجود نشاط الرياح ده عامل مهم جدا في احساسنا بدرجات الحراره خلال الفتره القادمه، وخاصه كمان على المناطق الساحليه، لانه بيقلل احساسنا بارتفاع نسب الرطوبه، بيساعدنا على الاحساس بانخفاض درجات الحراره. فالاماكن الساحليه الاجواء عليها نقدر نقول اجواء معتدله تماما فترات النهار وايضا فترات الليل. نخلي بالنا كمان فترات الليل زي ما قلنا في نشاط رياح هيساعد اكثر على احساسنا بالاجواء المعتدله دي. وحاله الملاحه البحريه على البحر المتوسط مؤهله تماما لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. البحر الاحمر يمكن فترات النهار لسه درجات الحراره عليها مرتفعه، كان شرم الشيخ والغردقه درجات الحراره فيها بتكون ما بين 38 و39، احيانا بتوصل ل 40 درجه مئويه. فالاجواء فترات النهار اجواء شديده الحراره، فترات الليل طبعا بيبقى في تحسن في الاجواء، الاجواء بتبقى عليها اجواء معتدله الى مائله للحراره فترات الليل. صحيح. دكتور منار غانم، عضو المركز الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا. شكرا لك يا ماما. ايضا كل الشكر موصول لحضراتكم على طيب المتابعه، وكونوا معنا دائما على شاشه تلفزيون اليوم السابع. الى اللقاء.